تتعدد فروع النشاط وتتنوع مجالات الاستثمار لتضع الصناعة العسكرية نفسها في طليعة الجهد الجزائري في سبيل إعادة بعث الصناعة الميكانيكية المحلية، مسعى استهلته مؤسسات الصناعة العسكرية بإثراء تشكيلتها المتاحة من قطع الغيار. تشارك المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في الطبعة السادسة للمناولة، وهذا لإبراز قدراتها الصناعية على المستوى الوطني، وذلك للخفض من فاتورة الاستيراد لقطاع الغيار، حيث القاعدة تقوم بصناعة مختلف القطاع الغيار. التأسيس لقاعدة صناعية صلبة ينطلق من دعم شبكة المناولين للشركات الصناعية العاملة في توفير قطع الغيار من القطاعين العام والخاص، والغاية المساهمة في تقليص فاتورة الواردات وخلق الثروة، بغرض إبراز مهام إبراز قدراتها في تجديد وعصرنة العتاد، ومن أجل الاحتكاك بالمتعاملين الاقتصاديين لغرض اقتناء قطع غيار ومواد أولية، وكذلك تبادل الخبرات، وذلك بخفض فاتورة استيراد العتاد. مساعي التحول لقطب صناعي ميكانيكي لا تتوقف عند الإنتاج وتصنيع قطع الغيار، بل تمتد لتوفير خدمات ما بعد البيع والتكوين المرافق مع ضمان جودة المنتوج. تحرص المؤسسة العسكرية دوما على الدفع والمساهمة في عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك بتقليص قيمة الواردات بالعملة الصعبة، وهذا من خلال الرفع من نسبة الانتاج الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص. خلال هذا المعرض كان هناك إقبال جد معتبر من طرف مختلف الهيئات، منها متعاملين اقتصاديين، تقنيين، طلبة، وحتى الحرفيين، مما سمح لنا التعريف بقدرات مخبري التجارب والمعايرة في مجال تقييم الجودة، وكذا مختلف الخدمات التي نقدمها لفائدة القطاع الصناعي. تحضر الصناعة العسكرية في صالون المناولة عاكسة أولى الخطوات ضمن مسار الألف ميل لتحقيق إقلاع صناعي واقتصادي شامل، بالاعتماد على خبرة وسواعد جزائرية.